السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة. اليوم الخامس لطوفان الأقصى، والمقاوم الفلسطيني يسطر أعظم الملاحم البطولية بوجه عدو الشعوب وعدو الأحرار حول العالم، الكيان الصهيوني. المقاوم الفلسطيني المنتصر بإرادته وعقيدته وقوة شخصيته وإيمانه بحقه بأرضه، وأنه لابد أن يسترجعها شقد ما طال الزمن. للأسف اليوم المقاوم الفلسطيني اللي دافع عن كل العالم العربي والإسلامي نشوف البعض موقفه ضعيف اتجاه مساندته، ويدعو للتهدئة بدل ما يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني. اليوم الكل صار يفكر بصورة إنسانية، وخطية الصهاينة وحرام، ونسى وتناسى شنو اللي يسوي الكيان من سنين طويلة بشكل يومي بأهالي فلسطين. المعركة يوميا بتطور وأحداثها بتصاعد، وهذا راح نبحثه من خلال هذه التغطية مع ضيوفنا الأكارم. ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، وكذلك الأستاذ هادي قبيسي، المحلل السياسي ومدير مركز الاتحاد الأبحاث والتطوير من بيروت. حياكم الله ضيوفنا الأكارم. السلام. نبتدي وياك دكتور عدنان. اليوم الخامس لعملية طوفان الأقصى، لأول مرة عملية مع الكيان الصهيوني تكون بداخل الكيان وبداخل مساحات الكيان اللي يعتبرها مساحات مؤمنة، ومن المستحيل أنه تدخل قوة أي قوة بالعالم لهذه المساحة وهذه المدن المحمية من قبل جيش الكيان الصهيوني. شنو اللي اختلفت هذه المعركة عن باقي المعارك السابقة خلال سنين طويلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز ولمشاهديك الكرام. حياك الله. وأيضا احنا في موقع العراق الذي دعم القضية الفلسطينية منذ بدء نكبة فلسطين 1948، وقف الشعب العراقي ومرجعياته وفعالياته مع القضية الفلسطينية، واليوم يقف بكل قوة مع أخوانه المقاومين الفلسطينيين من أجل انتزاع الحق من هذا المغتصب الذي لا يعرف إلا لغة القوة. وبالتالي تجد اليوم ما يجري في الساحة الفلسطينية من عمليات عسكرية إنما ترتقي إلى مستوى النشاط النوعي، ترتقي إلى مستوى النشاط الغير مسبوق بالنسبة لإسرائيل ولكل دول العالم. لعلك سألت السؤال ماذا تمتاز هذه المعركة عن بقية المعارك؟ بالضبط، معركة طوفان الأقصى. نعم، طوفان الأقصى. نعم، لعل أهم ما يميزها هي الدقة في التدريب والدقة في التنفيذ. يعني اليوم مخابرات الدول العالمية التي تركز على هذه المنطقة بالذات، وأن كانت مخابرات إسرائيلية التي يتبجحون بقوتها كالموساد وغيرها، وأيضا المخابرات الأمريكية والبريطانية، وكل هذه المخابرات لن تستطع أن يعني توفر مثل ما يقال معلومة بسيطة عن هذا الهجوم وحجم الهجوم وإمكانية الهجوم ومواقع الهجوم والآليات والتكتيكات التي هذا عنصر يعني المفاجأة شلون أثر على الكيان الصهيوني جيش الكيان الصهيوني، وليس بالعنصر المفاجئ فحسب، انما هو عنصر استخدام الاليات والتكتيكات. اليوم استخدم المجاهدون الابطال في حربهم المناطيد والطائرات المسيره والضفادع البشريه وايضا الطائرات، شتى الوسائل التي يعني كانت غريبه، حتى الدراجات الرباعيه والدراجات الثنائيه. هذا الهجوم إنما كان هجوما يحتوي على العديد من المفاجآت، لعل أهمها مهاجمة أكثر من 21 موقع على مساحة 600 كيلومتر مربع على عمق 60 كيلومتر. هذا يعني بأن هؤلاء قادرون على أن يشنوا هجوما، أقل تقديرات قالت أكثر من 1500 مقاتل، والبعض ذهب إلى 3000 مقاتل. هذه العملية النوعية بهذا الحجم بهذا الكم بهذا النجاح إنما يسجل طفرة نوعية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي. يسجل نقطة ثانية، هذه المعطيات وهذه القوة اللي يتمتع بها المقاومة الفلسطيني. اليوم نلاحظ أكو هجرة عكسية، وأنتقل بالسؤال يا الأستاذ هادي، هجرة عكسية بالنسبة للصهاينة ومطارات الكيان الصهيوني، بعضها توقف عن العمل وبعضها مليء بالمسافرين المغادرين من الكيان الصهيوني. بالتالي الرأي الآن بداخل الكيان، هل هزم الكيان من الداخل؟ حضور الأمريكي بشكل مباشر وبقواته وتصريحاته اليومية المتتالية هو أصبح يدير الكيان الآن، هو الذي يحاول أن يدافع عنه، هو الذي يحاول أن يثبت الكيان
دوره نتيجة الانهيار الهائل الذي حصل. 4 ساعات حتى تحرك سلاح نعم. الجو بعد، يعني هذا رقم قياسي هائل جدا جدا بالنسبة لأي دولة أخرى، خصوصا أنه إذا ذهبنا إلى الحالة الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي تدخل خلال دقائق عند كل حدث. هجوم واسع بهذا الشكل وبهذا الحجم، 4 ساعات حتى استطاع الجيش أن يتحرك ويعرف ماذا يجري. ما حصل أوجد الرعب لدى الجميع، لدى القيادة التي لم تستطع الاتصال بفرقة غزة التي انهارت في الساعة الأولى، وتم الوصول إلى قيادة الفرقة في الساعة الأولى. ما حصل أصلا حتى الآن، نحن كمراقبين وكمحللين نتابع بالتفصيل، لم نستطع أن نستوعب المشهد وما حصل حتى الآن. فبالنسبة لليهود، بالنسبة للمستوطنين، للقيادة العسكرية، فرقة غزة هي ثاني أهم فرقة جغرافية في الكيان. نعم. ما قاموا به على مستوى الإنشاءات وعلى مستوى التحصينات، يعني وخلال 8 سنوات من بناء الجدار، جدار كلف مليارات الدولارات، عمق الجدار في الأرض حوالي 40 إلى 70 متر تحت الأرض، الجدار العازل، ويوجد فيه حساسات، ويوجد فيه وعليه أيضا فوق الأرض كل أنواع التحسس والكاميرات الليلية والرادارات الإفرادية والرادارات الجوية وكل أنواع الكاميرات وكل أنواع السنسورات وأجهزة التحسس الموجودة في العالم موجودة، إلى جانب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تخترق القطاع وتعمل على القطاع من الجو ومن البحر ومن البر ومن العناصر البشرية وعبر الهواتف. يعني قضية شديدة التعقيد، وشعور الأمان الذي كان يعيشه الإسرائيلي انهار في لحظة، وهو يراهن كان أنه هذه الإجراءات كلها تعني أنه هناك عزل تام لغزة ولن يحصل شيء من غزة، حتى فرد واحد لا يستطيع أن يعبر من غزة لينفذ عملية طعن. يعني ليس صورة الكيان أستاذ هادي اللي يرسمها من سنوات ويساعده بهذا الرسم وهذا التشكيل لهذه الصورة، بأنه العدو الذي لا يقهر والكيان الصهيوني من المستحيل مواجهته خصوصا بمناطقه، ودائما ما يقاتل بالمناطق الفلسطينيه باي معركه له، انكسرت هذه الصوره عالميا؟ عمليا الان، يعني عندما يصرح بايدن ويقول قلت لنتنياهو انه ينبغي ان يكون رد حاسم. نعم. اصلا فقد القرار نتنياهو، لم يعد هناك قياده في اسرائيل عمليا، والامر الاخر الذي فقدته اسرائيل هو الجيش. المستوطن الآن لا يشعر أن هناك جيش سيحميه في قادم الأيام. نعم. هناك مشكلة في دور الجيش، حتى بعض التصريحات الإسرائيلية، بعض المعلقين قالوا أنه هذه الأجهزة الأمنية لكسو كلها، يعني الشباك والموساد والاستخبارات العسكرية والبنتليفو 200 وغيرها وغيرها، والأجهزة العسكرية والشرطة والقوات الخاصة، كل هذا التركيبة الأمنية شو استفدنا منها؟ بالتالي في ليلة واحدة تم اجتياح عشرات المستوطنات وتدمير فرقة عسكرية كاملة تحيط بقطاع غزة، وأكثر من 60 ضابط من الكيان الصهيوني حسب المعلومات هم أسرى عند المقاومة الفلسطينية. انتقل بالسؤال يا أستاذ عدنان، وفق هذه المعطيات، هل أنه اليوم المفاوضة الفلسطينية أو القوة الفلسطينية هي العامل الأهم وهي من تمسك الأمور بهذه الحرب، أم أنه ممكن تتغير هذه المعادلة بلحظة، خصوصا بعد التصريحات اللي نسمعها مثل ما ذكر أستاذ هادي من بايدن والدعم الأمريكي للكيان الصهيوني؟ لا، هذا كله لا ينفع، لأنه هذه أعذار، والأعذار لا يمكن أن تقف أمام المنتصر. اليوم المنتصر هو الذي حدد ساعة الصفر، هو الذي حدد ساعة الانتصار على العدو، وهو الذي هزمه. وبالتالي إسرائيل قدمت بطريقة وأخرى بأنها ضعيفة أمام مثل هكذا هجمات، وبالتالي هذا الضعف أثر على معنويات الشعب، أثر على المواطنين المستوطنين الإسرائيليين المغتصبين، وهذا هو الانتصار الحقيقي. ذلك المنتصر هو الذي يحدد درجة التفاوض، هو الذي يحدد درجة إيقاف هذه الحرب، هو الذي يحدد كل شيء. ذلك أنا أعتقد اليوم إسرائيل أمام واقع جديد، متغيرات جديدة كبيرة، ليس بالتي الآن نسمعه من هنا وهناك. نعم، هناك ضحايا وقتلى من الإسرائيليين، من المستوطنين والعسكريين، والمستوطن بين قوسين ليفهم المواطن، المستوطن ليس مواطن بريء، المستوطن يأتي إلى مستعمرة زراعية أو صناعية أو مستعمرة أخرى، إنما يكون نصفه عسكري ونصفه زراعي،
هو حزام يحمي إسرائيل من غزة ومن جنوب لبنان. هم يعملون هذه المستعمرات وكأنها حزام لمنع أي عمليات تجري بين إسرائيل وبين غزة وبقية المنطقة. فذلك سقط هذا الحزام بكل سهولة، ولذلك هؤلاء اللي يتباكون على الأبرياء، ليس هناك أبرياء بالمطلق، هناك مستوطنون مسلحون مدربون على هذا اللي ذكرناه دكتور عدنان بالمقدمة. البعض صار يدعي بالإنسانية بين يوم وليلة. خلينا ننتقل إلى دكتور أسامة دنورة، أستاذ العلوم السياسية اللي انضم لنا عبر الهاتف من سوريا. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. يا مرحبا بك، مبارك لجنابكم هذه الانتصارات المتحققة من قبل المقاومة الفلسطينية. ونتساءل عن الدور الدولي في ظل المعطيات الحالية، هل أن هناك دور دولي راح يكون بهذه المعركة ويأثر ويغير من المعادلة الحالية والنصر المتحقق من قبل المقاومة الفلسطينية؟ عفوا، نعم، إذا ممكن معاودة الاتصال بدكتور عدنان. انتقل لنقطة ثانية مهمة جدا، بيان صادر من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، إذا ما ظل هذا البيان الصادر من النجف الأشرف، من المهم أنه نقرأ هذا البيان بدقة ونطلع على أهم النقاط به. نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، يتعرض قطاع غزة في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثفة قل نظيرها، وقد أسفر حتى هذا الوقت عن سقوط أكثر من 6000 من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، وتسبب في تهجير أعداد كبيرة منهم عن منازلهم وتدمير مناطق سكنية واسعة. ويستهدف القصف مختلف المناطق حتى لم يعد هناك مكان آمن يأوي إليه الناس، وفي الوقت نفسه يفرض جيش الاحتلال حصارا خانقا على القطاع، شمل في الآونة الأخيرة حتى الماء والغذاء والدواء وغيرها من ضروريات الحياة، ملحقا بذلك أكبر الأذى بالأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة، وكأنه يريد بذلك الانتقام منهم وتعويض خسارته المدوية وفشله الكبير في المواجهات الأخيرة. ويجري هذا بمرأى ومسمع العالم كله، ولا رادع ولا مانع، بل هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية ويبررها بذريعة الدفاع عن النفس. إن العالم كله مدعو للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم. إن إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم المستمرة منذ 7 عقود بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوامة العنف تحصد مزيدا من الأرواح البريئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مكتب السيد السيستاني دام ظله النجف الأشرف. أرجع مرة ثانية لدكتور أسامة، إذا تسمعنا دكتور. نعم معك دكتور أسامة. قبل قراءة البيان طرحت على حضرتك سؤال بما يخص التدخل الدولي المتوقع في ظل هذه المعطيات للمعركة. شنو ممكن يكون هذا التدخل؟ راح يكون باتجاه إخماد هذه المعركة وهذه الانتصارات المتحققة من قبل المقاومة الفلسطينية، أم أنه نتوقع سيناريو ثاني؟ طبعا من المؤكد انه عندما يتم التخطيط لعمل بهذه الضخامه من قبل محور المقاومه ومن قبل المقاومه في قطاع غزه، فبكل تاكيد هناك ما يمكن او ما يجب حسابه، او هو بالتاكيد تم حسابه، ما يطلق عليه الاسكاليشن سيناريوز، يعني سيناريوهات التصعيد او التدهور. لذلك من المؤكد انه مهما كان رد الفعل القادم من حلفاء الكيان الاسرائيلي فهذا مأخوذ سلفا في عين الاعتبار، ولن يتفاجأ الحلفاء في محور المقاومة بأي رد فعل قادم من قبل حلفاء الكيان أو من الكيان النفسي. طبعا لذلك وجدنا أن الطرف الأمريكي بادر بإرسال حامل الطائرات جيرالد فورد، طبعا على سبيل الردع وليس على سبيل الدخول على خط القتال.
ولكن على فرض اذا ارتفعت يعني وقعت سيناريو تدحرج لهذه المواجهه نحو جبهات اخرى وحاول الامريكي ان ينخرط في هذا الصراع فهذا يعني عليه ان يحسب مسبقا بانه يمكن ان يستهدف في الكثير من الجبهات التي هو موجود فيها اليوم وبوضعيه شبه مرتاحه، من الممكن ان يستهدف وهو محتل في سوريا، من الممكن ان يستهدف يتوقع ان يغامر الرئيس الامريكي بايدن والقياده الامريكيه بهذه النقطه، ممكن يدخل على خط المعركه بشكل مباشر. الاسناد حاليا الامريكي متواجد مثل ما ذكرت. طبعا يعني الامريكي لحد الان ولانه يدرك صعوبه المعادلات وتعقيدها وصعوبه الذهاب الى مواجهه شامله في المنطقه فهو كان متحفظا او غامضا نوعا ما في ما اطلقه من تحذيرات للمقاومه الاسلاميه في جنوب لبنان في لبنان. هو قال يحذر من هكذا خيار ولم يقل بانه سوف يتدخل بشكل مباشر اذا حصل خيار التصعيد في جبهة جنوب لبنان، ولكن بصوره عامه على الامريكي ان يحسب تماما بانه سوف يتعرض وتتعرض مصالحه للكثير من الضغط والهجوم اذا حاول الدخول على خط هذه المواجهه، سوف تشتعل المنطقه برمتها، والامريكي في الوقت الحالي ولا في غير الظرف الحالي لا يستطيع ان يحتمل مثل هذا الامر. ذهب الزمن الذي يستطيع فيه الامريكي الاستفراد بطرف واحد من اطراف محور المقاومه او ان يقوم بسيناريو شبيه بما قام به فيما يتعلق بغزو العراق، اليوم اذا حاول الوصول الى محصله فكريه يعني حل جذري انهاء جذري لاحد اطراف محور المقاومه فسوف تشتعل المنطقه كما قلنا، وتلفت هذا الاشتعال استراتيجيا اقتصاديا عسكريا هي اكبر من ان يستطيع الامريكي وحلفائه ان يتحملها. لذلك اعتقد ان التدخل الغربي لنبدا بموضوع التدخل الغربي بالتحديد سوف يسير باتجاهين، الاتجاه الاول هو التنويخ بالتصعيد ومحاوله ترميم جدار الردع الاسرائيلي المتداعي والمنهار عن طريق الامداد بالسلاح، عن طريق التلويح بالتدخل المباشر، عن طريق محاوله التضييق على اطراف محور المقاومه وتهديدها، وفي الاطار ذاته وبعد ان محور المقاومه وقاده محور المقاومه في اكثر من بلد اعلنوها صراحه انه في حال تدخل امريكا راح يكون هنالك تدخل مباشر من بلدان محور المقاومه. نعم، الحقيقه الاتساع نطاق مثل هذه المواجهه هو عامل ردع شامل بالنسبه للامريكي عن الدخول في هذا الامر. رصيدك على وشك النفق. نعم، دكتور عدنان، سمعنا بيان السيد السيستاني المرجع الديني الاعلى في العراق ما يخص اهالي غزه وباقي الشعب الفلسطيني يعيش تحت حصار، الكيان الصهيوني اختار انه يستخدم سياسه الارض المحروقه وبالتالي يهاجم المدنيين بدل ما يهاجم القسام وغيره من المقاومين الفلسطينيين المشاركين بهذه المعركه، هذه الورقه ممكن تضعف وضع المقاومة الفلسطينية بهذه الحرب؟ اليوم خلينا نتكلم عن عدوانية وشراسة وتوحش النظام الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي يعني يستخدم كل الوسائل التي يعني من خلالها يثبت عن يعني عنجهيته وايضا عدوانيته، وفي نفس الوقت استخدامه لكل الاسلحه حتى المحرمه دوليا، اليوم نسمع هو يستخدم اسلحه محرمه دوليا، وبالتالي هو يريد ان يفتك باكبر عدد ممكن من الافراد والابرياء الاطفال منهم والنساء، يريد ان يجعلها نكبه انسانيه، هو لا يستطيع ان يتقدم. هذه الاسلحه المحرمه دوليا ما حكى عنها الراي العالمي، لم يتكلم حتى على قتل فلسطيني واحد، يعني لو نظرت الى خطاب بايدن كان خطابا مأساويا على الامريكان بالذات، كيف يقبلون بمثل هكذا خطاب وهم يدعون بانهم هم شعب يعني مع الديمقراطيات ومع الانسانيات، كيف يمكن ان يقبلوا بهكذا خطاب لن يتطرق الى قتل فلسطيني واحد، انما جل خطابه كان تأييد لفلسطين الاسرائيليين وحقهم التاريخي ويعني بقائهم وامنهم وما شابه ذلك، بل اتهم الاخرون بانهم الذين ارتكبوا هكذا مجازر. انا اتصور هكذا سياسات. هو الاولى استاذ عدنان نعتب على بايدن وامريكا لو نعتب على بعض الحكومات العربيه
اللي شفنا موقفها بالتاكيد بعض الحكومات العربيه. اليوم اكو اجتماع لمجلس وزراء خارجيه العرب، لكن انا اعتقد بعض الدول العربيه كان الموقف ولا زال هذا الموقف مخجلا ولا يمت على باي طريقه من الطرق على ان هناك من العربي والمسلمين يقتلون بهذه الطريقه، وايضا لن يتقدموا بخطوه واحده حقيقيه. يشاهدون ما يعني يرتكبه النظام الصهيوني وحصار غزه وقطع المياه والكهرباء وغيرها ولا يتحرك لهم جفن. هؤلاء اعتقد هم منخرطون في هذا المشروع، هم منخرطون في مشروع صفقه القرن، في التطبيع مع العدو الصهيوني، هم منخرطون في بقاء اسرائيل، هم الذين ساهموا بصفقه انجليزيه ابان سقوط الدوله العثمانيه بصفقه انجليزيه لبقائهم حكام على هذه المناطق مقابل البقاء على دوله اسرائيل. مشروع التطبيع وفق المعطيات الحاليه لهذه المعركه، انضرب هذا المشروع، صار انه فد اكذوبه بالتأكيد. شوف سيدي العزيز، هذه العمليات التي جرت وهذه الحرب التي جرت إنما ستغير موازين القوى بشكل كامل، ستغير كل التفكير والاصطفافات. هم أنفسهم إسرائيل، نتنياهو المجرم يقول بأن خارطة الشرق الأوسط ستتغير بعد هذه الحرب، هو يعلم ذلك، هو يريد أن يوجه خطابه إلى الداخل بأن لديهم قوة على تغيير خارطة الشرق الأوسط. راح تتغير المعطيات بالداخل الكيان الصهيوني فقط أم أنه كل المنطقة والتعاملات مع الكيان الصهيوني؟ بالتأكيد المنطقة ستكون أمام واقع حقيقي موضوعي. اليوم هؤلاء اللي يؤمنون بالتطبيع والذين يسعون إلى علاقات مع إسرائيل وصفقة القرن وغيرها وحل الدولتين وكام ديفيد وآسلو ووادي عربة وكل هذه التي كانوا ينخرطون فيها ولا شيء تقدمه إسرائيل لهم، وبالتالي أنا أتصور اليوم هم سيكونون أمام استحقاقات جديدة، أمام واقع جديدة. بكل صراحة اليوم المقاومة أثبتت بأنها رقم صعب، وبالمناسبة اليوم كل الأطراف تجد أن مشروع المقاومة قد انتصر، مشروع المقاومة قد أثبت وجوده. الآن حماس لوحدها، أمريكا نفسها تقول إيران نعم هي مع المقاومة لكنها لن تشارك في هذه العملية. انظر يعني كيف يريدون أن يجنبوا أنفسهم صراعا مع مشروع المقاومة. أمريكا تقول ذلك، لا تريد مواجهة مع إيران، لا تريد توسيع المعركة، لا تريد أن تكون هذه المعركة أكبر حجما لتتدخل بها قوى عربية من المقاومة ثم ينحرج الحكام العرب لينخرطوا في هذه المعركة. هذا اللي ذكره مهم، هذا اللي ذكره دكتور أسامة، أنه أمريكا أساسا ما مستعدة حاليا لمواجهة محور المقاومة وهو بهذه القوة وهذا ما ثبتته المعركة. خليني انتقل للاستاذ صالح ابو عزه المحلل الفلسطيني من بيروت، حياكم الله استاذ صالح. استاذ صالح يا مرحبا بك، مبارك لجنابكم ولكل الشعب الفلسطيني الانتصارات المتحققه على العدو الكيان الصهيوني في هذه المعركه، معركه طوفان الاقصى. مبارك لنا ولكم جميعا هذا الانتصار، هذا الانتصار لا يخص الفلسطينيين فحسب، هذا الانتصار انتصار الأمة العربية والإسلامية وكل من يؤمن بفلسطين وكل من يؤمن بالمقاومة. أنا أريد أسألك عن نقطة مهمة، العدوى الصهيوني يساوم حاليا على ورقة استهداف المدنيين وقطع الماء والكهرباء وغيرها من الأمور، وهذه الأمور نسمعها وعندنا معلومات عنها ونحس بمعاناة حاليا الشعب الفلسطيني وما يتعرض له. هذه النقطة بالأساس أضعفت روح المقاومة حاليا، شنو وضع المعارك؟ بالتأكيد أنت كمواطن فلسطيني أقرب للأحداث. يعني نريد أن نتحدث عن نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى متعلقة بالمقاومة الفلسطينية والنقطة الثانية متعلقة بالمدنيين الفلسطينيين. جيد. المقاومة الفلسطينية معاركها، صواريخها، مسيراتها، اشتباكاتها ما زالت مستمرة وفي أوجها، وهي تصرح بأنها بعدها ما زالت في بداية المعركة، فلذا لا خوف على المقاومة الفلسطينية بكل تأكيد حتى هذه المرحلة. أما بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين فالعدو الإسرائيلي الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة إلى إيقاف سحب المقاومة الفلسطينية وإلى إيقاف صواريخها وإلى إيقاف عملياتها في العمق الإسرائيلي تحاول الضغط على المقاومة من خلال استهداف بيئة المقاومة. أغلب، ليس أغلب، كل الصواريخ الموجهة التي تطلقها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعياتها ليست موجهة نحو المقاومين الفلسطينيين بقدر ما هي موجهة. هذا اللي أسأل عنه وأفهمه من كلامك، أنه الحرب حالياً ضد المدنيين بالنسبة للكيان الصهيوني أم أنه ضد كتائب القسام وباقي المقاومين الفلسطينيين؟ بكل تأكيد
هنالك أجزاء بسيطة من الجيش الإسرائيلي تشتبك مع مقاومي كتائب القسام وسرايا القدس والأجنحة العسكرية الأخرى، ولكن جل ما يقوم به الإسرائيل الآن هو الانتقام من عملية طوفان الأقصى عبر الاستهداف الممنهج للمدنيين. سيد الكريم، الصور القادمة من غزة ترينا بعين العين كيف أن الاستهدافات لا تطال المقاومين، وأن الاستهدافات كلها باتجاه العمارات السكنية، المستشفيات، المساجد، الدور الصحية، يقطعون الكهرباء والماء عن كامل غزة منذ الساعة الثانية ظهرا، قد انقطعت كامل الكهرباء عن كامل قطاع غزة، ولا أحد حتى هذه اللحظة يوجد حراك حقيقي لإنقاذ المدنيين. وإنما ما تسعى إليه إسرائيل هو نكبة جديدة للفلسطينيين، ولكن ما تقول له المقاومة الفلسطينية ومن خلفها محور المقاومة في عام 48، في عام 67، هذان التهجيران الكبيران اللذان تعرض لهما شعبنا الفلسطيني لن يتكرر في عام 2023 في ظل وجود مقاومة فلسطينية بهذا الحجم قادرة ومقتدرة، وفي ظل وجود محور مقاومة داعم وساند بكل ما يبلغ الإمكانيات للمقاومة الفلسطينية. نعم أستاذ صالح. دكتور عدنان، بناء على هذه المعطيات اليوم، شنو هو المطلوب من البلدان العربية الإسلامية؟ شنو المطلوب من بلدان محور المقاومة اتجاه هذا الوضع اللي نقل لنا يا أستاذ صالح؟ سيدي العزيز، احنا أمام مرحلتين. المرحلة الأولى أولا دعم هذه الحركة التي قامت بها كتائب القدس، وبالتالي هذه الحركة التي حققت انتصارا وانكسارا إسرائيليا واضحا، يجب أن تنتقل إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة الدعم الكامل والاتفاق على مشروع كامل من أجل تحرير الأرض، على أقل تقدير الوقوف أمام هؤلاء وعودتهم إلى الأراضي التي احتلوها سابقا. أقل تقدير يمكن أن يتحالف العرب من أجل مشروع جديد يحاولوا سياسيا أن يتكلموا به مع وجود قوة عسكرية. الذين يرثون وراء مشروع سياسي لن تنجح هذه السياسة إطلاقا. إسرائيل لن تنفذ لهم أي مطلب من المطالب، أي اتفاقية من الاتفاقيات لن تنفذها إسرائيل، بل على العكس توسعت ومستوطناتها توسعت إلى مناطق عديدة بما فيها هضبة الجولان. فلذلك أنا أعتقد المرحلة الأولى عليهم أن يقفوا مع هذه المبادرة الكبيرة الجهادية التي قامت بها يعني كتائب عز الدين القسام وحماس والجهاد وغيرها بدعم من مشروع المقاومة، ثم يبدأ المشروع الثاني بمسألة تتعلق بكيفية طرد المستعمر، طرد المحتل من هذه المناطق. هذا أعتقد إن كانوا قادرين على ذلك في التأكيد سيكون تحقيق، ولكنهم سوف لا يفعلون ذلك. هم منخرطون في برامج، هذه البرامج انبطاحية، هذه البرامج تنازلية، وهذه البرامج تريد فقط تحفظ كراسيهم لا أكثر ولا أقل. إذا الغاية هي الحماية، أنه يحتمون بالكيان الصهيوني، وضع الكيان اليوم بالمعركة ما قادر يحمي نفسه، يعني ضباطه اسرع عند المقاومه الفلسطينيه. فعلا هم لا يركزون كثيرا على اسرائيل كقوه تحميهم، انما يركزون على امريكا. هم يريدون من امريكا التحميم. باي مجال سواء اسرائيل او امريكا قادره تحميهم. اليوم الكيان الصهيوني فاشل سياسيا وامنيا واقتصاديا. هذا كلامك سليم، ولكن هؤلاء لا يتعظون. يعني اذا كنا نتكلم عن قضيه فلسطينيه نتكلم عن قضيه اليمن. لن تستطيع القوى الغاشمه بكل قوتها، 23 دولة بكل قوتها وبكل إمكانياتها المادية، لن ينتصروا في اليمن، بل انهزموا في اليمن أمام أنصار الله. في لبنان انهزموا، في سوريا لن يستطيعوا أن يغيروا نظام، هذا النظام حاول أن يجعل من البلد ذات سيادة ويمنع الإرهابيين والقتلة، هؤلاء لن يستطيعوا بكل قوتهم أن يغيروا شيئا في سوريا. انقلبت الموازين. نعم أستاذ صالح، شلون تابعتوا مواقف الشعوب العربية تجاه هذه المعركة؟ يعني يمكن تقسيم الأمور إلى قسمين أساسيين، طبعاً ما عدا محور المقاومة. الشعوب العربية والإسلامية تختلف تماماً عن أنظمتها العربية، هنالك انفصال كامل ما بين الموقف العربي الرسمي وما بين الموقف الشعبي العربي. رأينا المليونيات بالأمس على سبيل المثال، شبه مليونية تخرج من العاصمة عمان، بما النظام الأردني يبدأ الأجواء للطائرات الأمريكية لحمل
القنابل والذخائر من القواعد الأمريكية في الأردن إلى إسرائيل. فلذا الشعب العربي الأردني هو نصير الفلسطينيين فيما النظام الأردني نصير الكيان الإسرائيلي. وفي أغلب الأحيان الأنظمة العربية للأسف يعني مستويات تدنية في المواقف، حتى المواقف يعني رأينا بيان الإمارات، البيان الإماراتي، رأينا بيان وزارة الخارجية البحرينية أقرب إلى نصرة الإسرائيلي وتحميل المسؤولية للفلسطينيين، وكأن الفلسطينيين لم يخرجوا من ديارهم في 48-69، كأن حيفا ويافا وعكا والمدن الفلسطينية ليست فلسطينية. نسمع البعض يلوم كتائب القسام والمقاومين الفلسطينيين خطابه ضمنا انه يلوم المقاوم الفلسطيني انه انت السبب في اللي يصير بغزه وغيرها من المدن. لم استمع جيدا للسؤال. اللي اقوله انه بعض البيانات اللي صدرت من الحكومات كانما توجه اللوم الى المقاوم الفلسطيني انه انت السبب بكل هذه الاوضاع حاليا بغزه وما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني. منذ 3 سنوات سيدي الكريم، لا نريد أن نبعد كثيرا من التواريخ، منذ 3 سنوات والإسرائيلي يعني يمارس كافة صنوف الاستباحة للمسجد الأقصى المبارك. جيد، مهم أن نذكر الكل بهذه المعطيات. منذ 3 سنوات وهو يقتل شعبنا الفلسطيني في الضفة، منذ 17 سنة وغزة محاصرة. لماذا لم تصدر البيانات العربية أو الأنظمة العربية تطالب من يحاصر غزة، من يقتل الضفة، من يستبيح القدس بأن يفك عنها هذه الجرائم الإسرائيلية؟ لا أحد. الآن أخذ الفلسطيني يده ومضى قدما من أجل إيقاف جرائم الاحتلال. هنا لا يمكن النظر ابتداء إلى طوفان الأقصى، إلى 7 من تشرين، فلننظر إلى ما قبل 7 من تشرين. ماذا كانت تفعل إسرائيل؟ كانت تقتلنا بالجملة، كانت تعذبنا بالجملة. 5000 أسير الآن فقط موجودين في 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 السجون الإسرائيلية، فيما منذ عام 67 حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 أسير فلسطيني دخل السجون الإسرائيلية الظالمة. لا أحد هذه الأنظمة التي تتبجح بأن هذه الخطوة من المقاومة الفلسطينية. طب لماذا، السؤال المركزي، لماذا قامت المقاومة الفلسطينية بذلك؟ لأن الأنظمة العربية تخلت عن دورها المركزي في نصرة القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية المفترض أنها بالوعي العربي والوعي الإسلامي بأنها القضية المركزية لهذه الحكومة. فلسطين ليست للفلسطينيين. حينما يتم احتلال مكة والمدينة، المطلوب من العرب كلهم والمسلمون كلهم أن يتحركوا. إذا تم احتلال الحرمين في كربلاء والنجف، المطلوب من كل المسلمين أن يتحركوا. والقدس كذلك، القدس ليست رخيصة، القدس ليست مزادا علنيا لهذه الأنظمة تتاجر بها وتقيس مدى الربح والخسارة في العلاقة مع الكيان الإسرائيلي وماذا ستجني. فلذا هذا هو الموقف الفلسطيني، الموقف الفلسطيني على العكس تماما يتشرف بما قام به ويستند في قوة الموجودة الآن إلى محور المقاومة الذي يقول من طهران لبغداد لدمشق لبيروت لصنعاء، كل هذه العواصم عواصم الشرف تقول بأننا مع الفلسطيني. بالتأكيد نتشرف ونفتخر بالمقاومة الفلسطيني وما يحققه. نعم استاذ صالح. نعم سيدي. نعم، انا اللي اقوله انه احنا نتشرف ونفتخر باللي يقوم به المقاومه الفلسطيني ونشكره ونقبل اياديهم على هذه القوه والعقيده والاصرار على مواجهه هذا العدو، وهي حرب بالانابه عن كل الاسلام وعن مبادئ الاسلام الاساسيه. طوفان الاقصى خسائره بالنسبه للكيان الصهيوني مختلفه وبمختلف المجالات، ان كانت سياسيه، امنيه، اقتصاديه. بعض النقاط المهمة اللي نركز عليها بالجانب الاقتصادي وبعض المعطيات، انه نسمع انه 30% هبوط بالشيغل في اليوم الاول للتداول بالنسبة لسوق الاعمال الصهيونية. البنك المركزي
الصهيوني 30 مليار دولار لحماية الشيغل، 8% هبوط بالبورصة في أولى جلسات الأسبوع، 42 شركة طيران أميركية وكندية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل، 30 مليون دولار بلغت حجم الأضرار بالممتلكات بالنسبة للكيان الصهيوني، 1200 إخطار بالأضرار تلقتها سلطة الضرائب الإسرائيلية. دكتور عدنان، كل هذه المعطيات والخسائر بالنسبة للكيان الصهيوني، شنو ممكن نتوقع من سيناريو خلال الفترة القادمة من قبل الكيان؟ نتنياهو أعلنها أنه معركة طوفان الأقصى هي حرب، مو عملية نوعية ولا جولة وراح تنتهي، فبالتالي شنو السيناريو المتوقع من قبل الكيان؟ الكيان الصهيوني في تخبط واضح، يعني هو ليس لديه رؤية للمستقبل، لأنه ما رسمه خلال 70 عاماً اليوم تبدد وأصبحت الأمور تجري بغير اتجاه ما هم خططوه. هم كانوا يعتقدون القوة التي لا تقهر، القوة الأمنية العليا التي تحمي المواطن والمستوطن وتقدم له الخدمات والأمن وغيرها، الآن تزعزع هذا الأمر. لا تستطيع هذه الدولة أن تحمي مواطن، ولا تستطيع أن تحمي مستوطن، ولا تستطيع أن تحمي النظام بشكل عام. فلذلك أنا أتصور مسألة الهزة التي أحدثتها يعني هذه العملية إنما ستكون تداعياتها كبيرة على الكيان الصهيوني، ولا يستطيع أن يتغلب عليها في يوم أو يومين أو سنة ولا سنتين، إنما إعادة الصياغة يتطلب الاستمرار في الحرب. نعم، أنا أقول لك هو غير طريق الحرب لا يستطيع أن يفعل شيئا، وإذا سلك هذا الطريق فسوف تكون خسارة أكبر. إسرائيل لا تتحمل حرب استنزاف طويلة، لا تتحمل أي حرب تدوم أكثر من الأشهر. ذاك هم الآن قد بدأوا بعملية ينحرون أنفسهم بها، يعني الآن هم يقولون سوف نجتاح غزة، لا يستطيعون من اجتياح غزة، 3 محاولات لاجتياح غزة، أمريكا لأنفسهم نصحوهم بعدم اجتياح غزة. غزة لو اجتاحوها فإن الكيان الصهيوني سيصاب بهزيمة كبرى، وهم يقولون إن دخولنا إلى غزة، وهكذا أخبرتهم بريطانيا، المخابرات البريطانية، هذه خدعة إيرانية تسحبكم إلى الداخل لتوجه مدنهم. مدنهم حاليا حتى بغلاف غزة أكثر من 55,000 مستوطن، هم يعني تحت مرمى الصواريخ بالنسبة للمقاومة الفلسطينية في كل المستوطنات، فبالتالي بأي طريقة راح يقدرون يجتاحون غزة؟ سيد العزيز، في هم الآن تكلمنا عن سياستهم، هم تفكيرهم أمام الناس، أمام المجتمع، يعني أمام يعني يتكلمون مع الصهاينة بهذا العنوان، أنهم يعني سوف يغزون، سوف يعني يقدمون درسا كبيرا إلى غزة وإلى غيرها. هذه الأمور شعارات لا تتناسب مع حجم الخسائر، مع حجم الهزيمة التي هزم بها النظام. وبالتالي النظام اليوم يقدم للمجتمع صورة باهتة، صورة خفية عن ما يجري. أقول لك يا اليوم في حرب تشرين، في حرب تشرين أو في حرب الغفران كما يسمونه، قدموا هم يقولون حسب إحصائياتهم 410 من القتلى. اليوم في ضربة واحدة في 5 ساعات أكثر من 1,000 واحد. أنا أقول لك يا بصراحة، إذا إسرائيل تقول 1,500 قتيل صهيوني، أنا أقول لك أكثر من ذلك بكثير. ولذلك أنا أتصور هذه الضربة ضربة ليس بالشيء الهين. هو نسمع بتضارب بالأعداد، أعداد القتلى، أعداد القتلى، أعداد المفقودين، لحد هذه الدقيقة لا يعلمون أعداد المفقودين منهم. هذه الأعداد لا يعلمون أعداد المفقودين، طلبوا من الأهالي أخذ الفحص الدم، يعني نسبة طبيعة الدم وصنف الدم لكي يعينوا المخفين والمخطوفين، ولا يعرفون، هم لا يعرفون هذه الأعداد. وحماس أعلنت بأن أعداد الأسرى عند إعلاننا عن أعداد الأسرى وأسمائهم ورتبهم ستكون صدمة أخرى للكيان الصهيوني، وبالتالي تجد أن هذه الهزيمة ليس هزيمة سهلة على الكيان الصهيوني يستوعبها، ولا يمكن يستوعبها. هذا الكلام الذي يتكلم بانتهاءه بدعم من أمريكا، بدعم من بايدن، لا ينفع شيئا. النصر قد تحقق، الآن نحن نتكلم عن نصر، نتكلم عن هزائم، عن ما بعد مرحلة النصر. نعم، هذه معركة النصر يحددها المنتصر، معروف في كل دول العالم. منطقة مختلفة مع الكيان الصهيوني. أنا أسأل أستاذ صالح، ذكرت معلومة مهمة، أكثر من 5,000 أسير بالنسبة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطيني عند الكيان الصهيوني. اليوم المعادلة اختلفت، أكو أسرى صهاينة عند المقاومة الفلسطينية، فبالتالي اليوم المفاوض الفلسطيني راح يتحدث من مبدأ قوة. ورقة الأسر راح تكون ورقة حاضرة بالفترة القادمة ممكن من باب التفاوض؟ بكل تأكيد شهدت فلسطين ولبنان يعني مجموعة من العمليات تحرر الأسرى عبر صفقات. حزب الله أجرى أكثر من صفقة، الجبهة الشعبية، المقاومة الفلسطينية في غزة أجرت أيضا صفقة وفاء الحرار،
تخيل سيد الكريم، كان لدى الحزب، لدى الجبهة الشعبية القيادة العامة، لدى المقاومة الفلسطينية في غزة عدد بسيط من الأسرى تم تحرير بموجبه آلاف الأسرى الفلسطينية. الآن نحن نتحدث عن مئات الأسرى، يعني آخر رقم تحدث عنه الإسرائيلية المقاومة ما زالت متكتمة عن الأعداد النهائية التي لديها، ولكن إسرائيل تحدثت أن العدد أكثر من 200 أسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية. أعلن الحاج زياد النخالة قبل أيام أمين عام حركة الجهاد الإسلامي بأن لدى حركة الجهاد في القدس 30، هذا قبل أيام، لا نعلم حتى كم الرقم أصبح يعني. فلذا نؤكد بأن المقاومة لديها على أقل تقدير، على أقل تقدير العشرات من الأسرى الإسرائيليين. هؤلاء العشرات لن يخرجوا من سجون المقاومة في فلسطين قبل أن يخرج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. أنا على يقين تام بأن تبييض السجون ستقوم به المقاومة الفلسطينية قطعاً. لن يبقى أسير فلسطيني داخل السجون، لا أسير مؤبد ولا أسير أحكام خفيفة ولا أسيرة ولا أسير مريض. نتوقع اكو استجابة مباشرة راح تكون من قبل الكيان الصهيوني بناء على هذه المعطيات؟ لا أعتقد أن الاستجابة ربما تكون مباشرة، لأن هنالك وساطات في هذه المرحلة، يعني ونحن في أجواء الحرب، هنالك وساطات من عدد من الدول بأن يكون هنالك إفراجات وتبادلات وغيره، ولكن المقاومة الفلسطينية أوضحت للكل بأنه لا حديث عن الأسرى، لا حديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية قبل انتهاء الحرب. بالنسبة لإسرائيل تريد مفاوضات حالية حول الأسرى حتى تعيد هؤلاء الأسرى من سجون المقاومة في غزة إلى إسرائيل لتأخذ يعني راحتها في ارتكاب الجرائم في قطاع غزه. وراينا ان مثلا على سبيل المثال بالامس اعلنت كتائب القسام باستشهاد عدد من المجاهدين وبمقتل عدد من الاسرى الجنود الاسرائيليين جراء غاره اسرائيليه على قطاع غزه. فلذا لن تتخلى المقاومه الفلسطينيه كتائب القسام سرايا القدس والويه الناصر عن الأسر الموجودين لديها، فلذا هذه ورقة قوة بالنسبة للفلسطينيين ولم يتخلوا عن هذه الورقة. ولكن باعتقاد أن بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها، والتي نعتقد أنها بدأت بانتصار الفلسطينيين وستنتهي أيضا وحتما بانتصار الفلسطينيين، أعتقد أنه سيكون الحديث عن صفقة تبادل. قد تأخذ فترة من الزمن لأن الإسرائيلي لديه من العنجهية ولديه من القذارة أحيانا يعني التي لا تطاق يعني. طيب بالتالي دكتور، دكتور عدنان، نتوقع أنه طول أمد هذه العملية ومدة هذه العملية عملية طوفان الأقصى بناء على هذه المتغيرات والمستجدات؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد إسرائيل بدأت تواجه ضغطا جديدا. اليوم المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي سيوجه ضغوطات أخرى في حالة إذا استمروا في هذه العملية وبهذه الإجراءات العدوانية المتوحشة. أعتقد إسرائيل ستنسحب، إسرائيل ستجر أذيال الهزيمة، عليها أن تلملم ما حصل من هذه الهزيمة وتأثيراتها على مجتمعهم وتأثيرات سمعتهم في الخارج. اليوم سمعت أنه أكثر من 5000 مستوطن من الجنسية الألمانية طلبوا مغادة إسرائيل نهائيا. الخارجية الألمانية قالت هناك أكثر من 5000 من المستوطنين الإسرائيليين ذو الجنسية ذو الأصول الألمانية يطالبون بالرجوع إلى ألمانيا، والمطارات الإسرائيلية قد أغلقت. نعم، أنا أشكرك دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية لانضمامك لنا بهذه التغطية. كذلك أشكر الأستاذ هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير اللي انضم لنا من بيروت عبر سكايب. كذلك الأستاذ صالح أبو عزة المحلل الفلسطيني انضم لنا عبر سكايب أيضا من بيروت. وعبر الاتصال الهاتفي انضم لنا الدكتور
أسامة، دكتور أسامة دنورة، أستاذ العلوم السياسية من سوريا. أشكر لكم كذلك مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه التغطية. نلتقيكم بساعات أخرى إن شاء الله، وإحنا مفتخرين ومتباركين بهذه الانتصارات المتحققة من قبل المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني في مختلف الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية وبمختلف المساحات للمدن الكيان الصهيوني. شكرا لكم، إلى اللقاء.